وجه محافظ محافظة شبوة عوض بالوزير بتوفير المحاليل للمخبر المركزي في المركز الوطني لعلاج الأورام بالمحافظة وبما يغطي احتياجاته منها لستة أشهر. وشدد خلال لقائه بنائب مدير المركز الدكتور علي باهاول على ضرورة إنجاز التصميم الهندسي لمشروع المركز الجديد، كاشفا عن الجهة التي ستتولى عملية تمويل إنشائه بأرقى المواصفات الطبية. وأوضح المحافظ عن قلقه من تزايد عدد الإصابات بالأورام بالمحافظة، مواجها بضرورة دراسة ومعرفة أسبابها بطريق علمية صرفة. وناقش اللقاء مختلف أوضاع المركز الذي يقدم خدمات العلاج والمعاينة والاستشارة لحوالي 2568 حالة مرضية بمختلف أنواع الأورام، منها 189 حالة جديدة جرى تسجيلها من بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي.